السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بفيديو جديد. طبعا اليوم عن موضوع كتير بزعج، عن يلي بينطرب وقت ما ينطرب ما بيلاقي غير شو إنه يغني مع المطرب. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، انطرب على عيني وراسي بس لا تغني. شو لا تغني؟ لأنه صوتك نشاز. شوفوا كيف بيطلع. ضني عني شيء سمعتي عنا بعض، بعرف بالماضي واني عامل اشياء، سمعتي عنا بعض قدرنا سوف الصح، هن اللي يعملوا غلط بتغني، اما حطي احروف حبنا بغلط الناس عرفوا الصح، هن اللي عرفوا غلط الناس عرفوا الصح، هن اللي عملوا غلط. تحس حالك بدك تقوم تكسر الدنيا مشانه؟ لا يا اخي، نشاز نشاز ما تغني معه. خدوا الشغلة الثانية، يعني ما خلصنا من هذا بس الصوت النشاز. الشغلة الثانية يلي بسمع اجنبي، يعني شو عامل فيها انت؟ يعني انه انا اللي بفهم اجنبي ما شو؟ بص ايدي اذا بتعرف شي كلمة من اللي بعملوها هاي، اذا ما كانت طلعت مسبات. انا معلم بيعرفوا الاغنية ومترجمينها وهاي هي، بس خذوا الغن على هذا بسمع الاغنية بس ما بفهم شي منها نهائيا. والاحلى من هيك لا، بقعد بنفعل معاه وبرقص، واخر شي بعمل حاله انه عم بيردد الكلمات. لا تغني بالمشارمحي، لا تغني، اسمع خليك مستر على حالك بس اسمع، ما تغني معه. شوفوا شو بصير فيه. طبعا يعني بالمزاح، هدول اكره اشي يلي بسمعوا غني ويلي بغنوا معها، ولا يا ريت بيعرفها. والتاني صوته النشاز. لا تنسوا سبسكرايب، وقد ما فيكم حطولنا لايكات. اول شي بالنسبة للي وراي انحيط، طبعا انا ما حبيته، ما عاد حلو كتير يعني. عطيت جربت احط الشاشة الخضراء والكروما وما عجبتني، ما حبيتها لانه بدي احط لها خلفيه على الكمبيوتر، وما حبيت ما حسيت انه خلفيات اللي على الكمبيوتر حلوين. فشو هيك بتحسوا انه نحط وراها صور شغلات هيك؟ يعني اطرحوا علينا تعليقات وخلينا نجمعها من المشاهدين الخلفيه. اي فيديوهات هيك حلوه مثل هاي الفيديوهات، يعني هيك في انواع من الشغلات هيك يعني نعلق عليها، حطوا لنا اياها تعليقات، ولا تنسوا تفجروا اللايكات وتشتركوا. الى اللقاء بفيديو جديد.